개뚜개. غيرنا حاجه كبيره قوي في الفستان قبلها بيومين، وحتى اللي هم شافوه تكنيكلي ما شافوهوش لما حفل زفاف سارة حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة بيرقص ويغني مع حفيدته. عبد الرحمن أبو زهرة النجم المصري القدير احتفل بزفاف حفيدته سارة ابنة ابنته مي، وذلك وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين من العروسين. ونشر أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو من زفاف ابنة شقيقته، ووثق الفيديو لحظة رؤية النجم عبد الرحمن أبو زهرة لحفيدته في فستان الزفاف وسعادته بها وتأثره كذلك في نفس الوقت. وعلق أحمد عبد الرحمن أبو زهرة وقال: كانت لحظة بجد بالنسبة لي مؤثرة جدا، لما شفت بابا وهو داخل وشاف حفيدته سارة بنت أختي مي، يوم فرحها وشافها بفستان الفرح. ربنا يخليك لينا ويديك الصحة، ألف مبروك يا سارة، ربنا يسعدك أنت ومروان. من جانبها نشرت مي عبد الرحمن أبو زهرة لقطة مرحة عبر حسابها على إنستغرام ظهر فيها والدها النجم القدير عبد الرحمن أبو زهرة وهو يجلس على كرسي داخل حفل الزفاف ويتفاعل مع حفيدته التي كانت ترقص على أنغام أغنية I Feel Good لجيمس براون. وبمجرد انتهاء الأغنية حرص الحضور على الهتاف للنجم المصري قائلين جدو، في إشارة منهم إلى مدى سعادتهم بطرافته وحضوره زفاف حفيدته. وعلقت مي عبد الرحمن أبو زهرة على الفيديو الذي قامت بنشره وقالت: بابا حبيبي مع سارة في لحظات جميلة، ربنا يبارك في عمرك ويسعدك يا سارة. ما زال حفل زفاف حفيدة النجم القدير عبد الرحمن أبو زهرة حديث الجمهور بعدما تداول عدد من المتابعين عدة مقاطع فيديو للحفيدة وهي ترقص وتتفاعل مع جدها النجم القدير خلال الزفاف، وهي المقاطع التي باتت محل اهتمام المتابعين. من جانبها حرصت مي عبد الرحمن أبو زهرة على الكشف عن كواليس التحضير لحفل زفاف ابنتها، إضافة إلى الكشف عن كواليس الأزمة الصحية التي مر بها والدها بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي. وعن علاقة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بأحفاده، قالت مي أبو زهرة أن الفنان القدير قريبا للغاية من كل أحفاده، وإنه شخصية رائعة معهم ومع كل أفراد العائلة، خاصة مع حفيدته سارة التي تزوجت خلال الأيام الماضية. ولفتت مي إلى أن ابنتها سارة لها بينها وبين جدها مساحة خاصة، ويحرص الثنائي باستمرار على ممازحة بعضهم البعض. وعن كواليس تحضير النجم القدير عبد الرحمن أبو زهرة لزفاف حفيدته، قالت ابنته مي إنه كانت لديه خطة للزفاف، حيث إنه قبلها أكد إنه سيقوم بتصميم بدلة باللون الأبيض مناسبة للزفاف وسيقوم بالغناء لها، وأضافت: كان مستني اللحظة دي بفارغ الصبر،
وأوضحت مي أبو زهرة إنها كانت وأسرتها قلقين للغاية على والدها فور إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، كما إنهم كانوا يتمنون أن يتعافى سريعا ويشارك في زفاف حفيدته. لافتة إلى سعادتها كانت مضاعفة بسبب زفاف ابنتها ودخولها حياة جديدة وبسبب وجود والدها معها في هذا اليوم المميز. كما طمأنت الجميع على الحالة الصحية لوالدها بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن مناعته جيدة بسبب ممارسته لرياضة اليوجا باستمرار وتناوله عسل النحل يوميا. الجدير بالذكر أن مي عبد الرحمن أبو زهرة قد نشرت مؤخرا صورة لها مع والدها وحرصت على الاحتفال بعيد ميلاده 88 قبل أيام قليلة من قدومه، حيث يوافق يوم 8 مارس الجارية، وهنأت مي والدها بعيد ميلاده وعلقت على الصورة قائلة: كل سنة وانت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك لك في عمرك ويديك الصحة والعافية. ويعتبر ذلك هو أول ظهور للنجم المصري القدير بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي تسبب في حالة من القلق على صحته من قبل متابعيه.